والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة رواند أبو درغم. رواند مساء الخير. مساء الخير. كل فترة بيتصدر المشهد موضوع مختلف، يعني نعم. فترة القرار 1701، فترة رئاسة الجمهورية، قيادة الجيش، هلأ اليوم صار رئاسة الأركان. صحيح. فهل ممكن بأنه يتم حسم هذا الملف قبل نهاية العام أم سيرحل مع ملفات تانية إلى عام 2024؟ هو هذا الملف حسم رئاسة أركان وعضوي مجلس عسكري، ولكن عطينه مهلة لوزير الدفاع لكرمال يقدم اقتراحاته. إذا قدمهم قبل رأس السنة رح يسلم هيدا الملف قبل رأس السنة، وإذا لا بيكون البت فيه بمطلع السنة الجديدة. رح نشوف هلأ التفاصيل. تفضلي. الحل السياسي اتخذ بتوافق القوى المشاركة في الجلسات الحكومية كلها، والحكومة حاسمة في تعيين رئيس للأركان وعضوي المجلس العسكري. أما التريث في تحديد جلسة وزارية تطرح التعيينات العسكرية من خارج جدول أعمالها، فلإعطاء المجال أمام وزير الدفاع موريس سليم لوضع اقتراحاته الإسمية أمام مجلس الوزراء واتباعه المسار القانوني الصحيح. إلا أن هذه المهلة غير مفتوحة، وتقول مصادر وزارية للجديد إن أمام وزير الدفاع فترة الأعياد إما يقدم اقتراحاته وتحدد جلسة قبل رأس السنة، وإن لم يفعل سيحدد الرئيس ميقات جلسة مطلع السنة الجديدة، ويبت بالتعيين على أساس دراسة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي، وإن كان فيها ثغرة قانونية وهي موضوع المرسوم وتوقيعه. وفي ظل الرسائل المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، ضاع الوزراء في الصيغة الواجب اعتمادها من جهة، ومن جهة ثانية فتحت الرسائل بابا أمام الاتصالات السياسية في الوقت الضائع إلى حين الاجتماع الوزاري المقبل. وهذه الفترة الفاصلة هي مجرد محاولة لتمرير التعيين ضمن الأطر القانونية لتخفيف الجدل السياسي القائم حول الاستحقاق العسكري وموقف وزير الدفاع الذي ينتظر نهاية وضع قانون التمديد، أي نتائج الطعن. وتقول المصادر أن بعض الوزراء طلبوا من رئيس الحكومة تفويض وزير الثقافة وسام المرتضى للتداول مع وزير الدفاع وإقناعه بتقديم اقتراحات اسمية وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشاكل الشخصية المستجدة وحل الأزمة بأقل أضرار ممكنة. هذا والتقى النائب توني فرنجي في دارته في بيروت وفدا من الحزب التقدم الاشتراكي، ضم النائب وائل أبو فعور ومستشار رئيس الحزب حسام حرب بحضور الوزير السابق يوسف السعادي. خلال اللقاء تم عرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، كما تم التطرق إلى موضوع رئاسة الأركان. ووفق معلومات الجديد فإن التوجه هو إلى عقد اجتماع ثان مع رئيس تيار المرد سليمان فرنجي في إطار استكمال الجولة التي يقوم بها الحزب الاشتراكي على الأحزاب السياسية، وذلك للبحث في مختلف المستجدات والملفات الأساسية. وعلى الرغم من التباينات في الملف الرئاسي بين الاشتراكي والمردة، إلا أن التواصل سيبقى مستمراً. النائب المستقل حيدر ناصر رد على عتب باسيل على الثنائي الشيعي قائلا: مسلفين قبل كتير. واعتبر ناصر عبر برنامج هنا بيروت أنه في ظل الحرب الدائرة فإن حزب الله همه تجنيب البلاد أي توتر سياسي ومشكل أمني، فلماذا لا يوافق في مجلس الوزراء على قانون أقره مجلس النواب؟ النواب اللي وقعوا هذا القانون او اللي صوتوا على هذا القانون نحن تصرفنا بشكل غير قانوني، واللي صار له سنه مش عم يقبل يتفاهم مع حدا لانتخاب رئيس جمهوريه هو تصرف بطريقه قانونيه. احنا كلنا على طول عم ننادي بالتوافق بالحوار، ولا مره حدا قدم خطوه تجاه الحوار، كانت على طول الشغلة رايحة لسجال سياسي ولا كيدية سياسية. طب بغياب قائد جمهورية بتعطل المرفأ العام؟ شو يعني؟ ما فهمت. مجلس الوزراء ما فيك تضلك عم تقولي هذا مجلس تصريف أعمال، ما فيك بس الدستور هيك بيقول، هيك الدستور. بس إذا بتروح أنت للاجتهادات القانونية، إذا طال أمد الشهور ما فيك تضلك قاعدة عم تحكي أنه والله تصريف أعمال، أو ما فيك تشرعي بغياب رئيس جمهورية. شو بتعمله بالنهاية؟ ما فيك تعطلي مرفق عام. إذا اليوم الوزير جبران باسيل عنده عتب أو عنده لوم على الثنائي الشيعي اللي هو بيعتبره أنه لازم كانوا يوقفوا حده أكثر من هيك، بعتقد مسلفين أنه كتير قبل مواقف. بس أعتقد أنه الحزب بيظل هذه الحرب وبيظل هذه
الخطة الأمنية وبظل الشهداء اللي عم يقدمهم اليوم، عندك تجاوز 100 شهيد على الجبهة الجنوبية. نعم. يعني اليوم همه كمان يحمي البلد من أي شو اسمه مشكل أمني أو أي توتر سياسي بالبلد. وبالنهاية انقر القانون، ليش ما بدهم يوقعوا عليه بمجلس الوزراء؟ ما يعني شو يعني شو انكشفت نيته بالنهاية؟ استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شاي في مكتبه بالمجلس في زيارة وداعية لختام مهامها الدبلوماسية في لبنان. وتطرق الاجتماع إلى التعاون الكبير بينهما والذي أدى إلى إنجازات بملفات عدة أهمها الترسيم البحري. وناقش المجتمعان تطورات على الجبهة الجنوبية والدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية لتجنب التصعيد وإبعاد الحرب. ونوهت شاي بالإنجاز التشريعي الأخير ودور نائب رئيس المجلس الإيجابي الذي ساهم بإقرار بعض القوانين التي تخدم مصالح الشعب اللبناني، ومنها قانون الصندوق السيادي. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. شادي عودة لك. شكرا لك رواند.